شرفنا الان زميل العزيز محمد الباز لتحليل ارقام الفرقين في مباراه اليوم. مساء الخير والف مبروك يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. الف مبروك طبعا السويتشنج اللي قلنا عليه من افريقيا للدوري المحلي. صح. كان مهم جدا ان هو بدايته يبقى بفوز. متفقين مهما كانت ارقام المباراه ايجابيه، اهم حاجه هي الثلاث نقاط والمكسب بكل تاكيد. يعني عشان كده احنا المكسب 3 نقاط بتستعرض معانا بقى الارقام الايجابيه، في كل حاجه. يعني عايز اقول النهارده شويه مفاجات كده، يعني مش هي الاقوى، ولكن بنقول ان الاهلي النهارده وصل ل 26 هدف يا كابتن ايمن. 26 هدف هو كده يعتبر ثاني اقوى خط هجوم في الدوري من 12 مباراه. يعني الفرق الثانيه طبعا بنتكلم على البيراميدز المصري مثلا، بنتكلم على 28 هدف في 19 مباراه، ولكن احنا قربنا جدا ان احنا ان شاء الله المباراه القادمه خلاص ممكن نكون اقوى خط هجوم. والاهلي بالمناسبه هو اقوى فريق من المعدل التهديفي، يعني بنتكلم على 26 هدف في ال 12 مباراه، احنا دلوقتي فوق الهدفين بالمباراه الواحده يا كابتن ايمن. مظبوط. فهو اقوى خط هجوم واقوى معدل تهديفي حتى الان النادي الاهلي بالنسبه لعدد المباريات، وده لازم طبعا نشير اليه. يعني هقول مفاجاه كمان، بالرغم ان احنا طبعا استقبلنا عدد اهداف، يعني في عدد المباريات ال 12 مباراه استقبلنا 14 هدف، ولكن بال 14 هدف برضه احنا الثاني اقوى خط دفاع. ايوه متخيل. يعني طبعا احنا مش راضيين على استقبال 14 هدف، ولكن برضه بدانا ان احنا نخش في افضل الانديه من ناحيه الناحيه طبعا الهجوميه والناحيه الدفاعيه. خلينا نستعرض مع حضرتك كابتن ايمن اهداف سوري ارقام المباراه النهارده. فوز مهم طبعا 2-1، 3 نقاط مهمين جدا. استحواذ النهارده 58% للنادي الاهلي مقابل 42% للاسماعيلي. بالنسبه للاخطاء 9 اخطاء وقع فيهم النادي الاهلي، 14 خطا الاسماعيلي. بالنسبه للركنيات النهارده، وده طبعا من اضعف الارقام من ناحيه الركنيات للنادي الاهلي في مباراه. يعني دايما الاهلي بيصل زي ما استعرضنا مع حضرتك قبل المباراه لست ركنيات وسبع ركنيات كمتوسط في المباراه الواحده. النهارده 3 ركنيات، الاسماعيلي ركنيتين، وركنيتين كانوا في الشوط الثاني بالمناسبه. بالنسبه للتسلل 2، يعني بالنسبه وقع فيهم النادي الاهلي، التسلل الوحيد للاسماعيلي. بالنسبه للمحاولات تسديدات النهارده 9 تسديدات للنادي الاهلي، منهم 2 بس على ال3 خشبات، وده برضو من اقل الارقام اللي احنا متعودين عليها. رغم اللي احنا شفنا استحواذ كبير جدا، شفنا تنقلات للكوره وبساط وشورت باصص بشكل كبير جدا، ولكن ناحيه الخطوره في التسديدات على المرمى ما كانتش بالمعدل الكبير النهارده، حتى الدقه 22%. الناحيه الثانيه بقى الاسماعيلي، الرقم ده مهم جدا، لان الخمسه اللي على ال3 خشبات 4 تصديات النهارده لمصطفى شوبير، زي ما حضراتكم اتكلمتم النهارده وشرحتم 4 تصديات بس مصطفى الشوبير النهارده، لان الخمسه كانوا اون تارجت، يعني 83% الدقه بتاعتهم. الرقم ده هيخلينا نروح لحاجه في النص من اللي هي الاكس جي عند النادي الاسماعيلي، قد يصل لهدفين. تخيل ان التصديات اللي شالها مصطفى شوبير النهارده خطيره جدا وشكلت خطوره، مما عكس الاكس جي والاهداف المتوقعه عند الاسماعيلي كان ممكن يصل لهدفين. النادي الاهلي هدف وحيد، لان شفنا احنا التسديدات على المرمى وال3 خشبات ما كانتش بشكل كبير، رغم ان احنا صنعنا فرص اكبر النهارده، 7 فرص بشكل عام، منها فرصه كبيره محققه بالنسبه او محققه بنسبه فوق 99% كان ممكن يتم احرازها هدف. الناحيه الثانيه الاسماعيلي اللي هو 4 فرص. نبص على التمريرات مع بعض، لا كانت النهارده 606 تمريره للنادي الاهلي، منهم 515 يعني بشكل صحيح، وصلنا لدقه 85%. الناحيه الثانيه عند الاسماعيلي كان برضو، وده المعتاد عليه زي ما كنا بنشرح معاك يا كابتن ايمن، ان طريقه الاسماعيلي طريقه الهجوميه وطريقه حتى بيلجا يعني نسب الاستحواذ مش يعني يعتبر جيده، وعندهم نسب تمريرات كويسه جدا، 426 النهارده، 345 بشكل صحيح بدقه 81%. لجأوا للتمريرات الطوليه النهارده 35 كرة طولية النهاردة لونج بول، منها 15 بشكل صحيح ودقتهم وصلوا 43%. على عكس هناك النادي الأهلي كان تمريرات طولية أكتر شوية، 48 تمريرة طولية، 18 بشكل صحيح، وصلنا لدقة 38%. العرضيات النهاردة عند الفرقتين ما فيهمش أي خطورة، ولا يعني أنا أعتقد ال 11 الكروس عند النادي الأهلي النهاردة بلا خطوره، منهم واحد بس يعتبر يعني تم تسجيل ان هو صحيح او بشكل صحيح، دقه 9%، وده من اقل طبعا العرضيات. نفس الكلام عند الركنيات عند النادي الاهلي.
العرضيات بالنسبه لطول ال 11 ما كانش فيهم خطوره، ما كانش بيتلعب بصوره كويسه، ولا بالظبط كان في نقص في عدد المهاجمين في ال 18؟ الاثنين يعني احنا شفنا في طبعا عدم زياده، وده دايما بنتكلم فيه، ما فيش زياده عدديه في حاله العرضيات من الكرات المتحركه. النهارده ما كانش الرقم ده، احنا دايما بنوصل ل 25 يعني الاهلي 20 25 عرضيه في المباراه الواحده، ومنها بيتحقق نسب افضل من كده. الناحيه الثانيه اسماعيلي 7-0 ما فيش اي لعب. يعني هل ده بيقول ان احنا النهارده كان في كرات بينيه على الارض بشكل اكبر؟ نعم، وبلس ان احنا عندنا لونج بول برضو اتلعب بشكل كبير النهارده من الاختراقات من العمق او من هاف سبيس اكتر منها من العرضيات. المراوغات دريبلينج النهارده عند الاهلي 25 مره، منهم 15 بشكل صحيح، دقه وصلت ل 60%، الناحيه الثانيه 13 فقط، منهم 9 بشكل صحيح ولكن دقتهم كانت افضل. تصديات حراس المرمى زي ما قلنا مصطفى شوبير 4 تصديات بشكل صحيح سليم، كانوا بيشكلوا خطوره كبيره جدا. الناحيه الثانيه 0 طبعا. خساره الكوره النهارده الاهلي خسر الكوره بشكل كبير جدا 47 مره، الاسماعيلي 43 مره. بدا الاهلي يعمل النهارده الاسترجاع كوره والبول ريكفري بشكل كبير 109 مره النهارده مقابل 103 عند الاسماعيلي. الاسماعيلي كان بيضغط وبيسترجع الكوره شفناها بشكل كبير، ولكن كان في رد فعل سريع من النادي الاهلي في الكاونتر بريسنج، وده هنستعرض منه بعض الحالات النهارده اللي بتدلل على الرقم ده. الاعتراضات النهارده وابعاد الكوره كان في بلوك بشكل كبير وانترسبشن عند الاهلي، وصلنا ل 13 اعتراض، وابعاد الكوره كان من الخلف 14 مره، من ناحيه ثانيه عند الاسماعيلي 11 مقابل 12 مره. ده يعني ارقام المباراه بشكل عام. يعني بنقف بس عند بعض الارقام فيها اللي بتدلل النهارده ان الاهلي كان عنده فرص اكبر مع الاستحواذ وتنقل الكره في نص الملعب، ان هو يخلق فرص اكتر من كده. وده اللي قاله مستر كولر كمان في المؤتمر الصحفي. تمام بالظبط، وده فعلا الارقام بتعكس كل الـ يعني بتدلل فعلا على الناحيه الفنيه بالشكل ده يا كابتن ايمن. بالتالي احنا اعتقد يعني هو بس احنا الرجوع تاني لاجواء الدوري المصري، خلاص هنمشي هنبدا بقى نخش في الاجواء، نبدا نقف عند بعض الارقام ونبدا ان احنا نصلح في بعض الحاجات فيها. معظمها طبعا ايجابي، واهمها ثلاث نقاط، معظمها طبعا من الناحيه التهديفيه زي ما قلنا افضل، صناعه الفرص والتسديد طبعا من خارج المرمى محتاجين اكتر، لان عرضت مع حضرتك قبل المباراه احنا جايبين اهداف كبيره جدا كلها يعني 99% من داخل منطقه الجزاء. يعني افضل ارقام النهارده طبعا مصطفى شوبير متفقين، 4 تصديات مهمين جدا لهم يعني تاثير كبير جدا في فوز الاهلي النهارده بثلاث نقاط. ولكن في مفاجاه برضو من اعلى السكور النهارده كان امام عاشور، يعني متخيلين طبعًا. في امام عاشور النهارده، وانا هقول ليه امام عاشور كان افضل ارقام النهارده، علشان مش بس ان هو احرز هدف، مش بس ان هو كان في دريبلينج كتير النهارده بشكل صحيح. خلينا نستعرض ارقامه، 79 دقيقه النهارده شارك بيهم هدف، لمس الكوره 61 مره ومن اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره النهارده، تمريرات 34 منهم 29 بشكل صحيح بدقه 85%، تمريرات المفتاحيه كي باس النهارده كان عنده واحده كانت ليها تاثير كبير جدا، ساهم في الكرات الطوليه كابتن ايمن 4 منهم 2 بشكل صحيح يعني دقه 50%. نكمل بقى، لان النهارده عند امام مش بس الناحيه الهجوميه، الناحيه الدفاعيه عند امام النهارده لعبت دور كبير جدا، وهي في ايه بقى؟ في الالتحامات الثنائيه والمواجهات الثنائيه النهارده. هو اكتر لاعب في كل اللاعبين اللي شاركوا النهارده في استخلاص الكوره والالتحامات، وان هو يستخلص كوره ويكسب الثنائيات بشكل صحيح. يعني احنا ما اعرفش لو الرقم معانا ممكن نستعرضه مع الشباب، ولكن هو كان رقم كبير جدا، هو 17 يعني بالمناسبه هو 17 تدخل في التدخلات الثنائيه استخلص منها الكوره بشكل صحيح، اعتقد وصلت النسبه لاكثر من 9 و10 اللي هو بدقه كبيره جدا عند امام. هو التحم كتير، كان بيشارك كتير، بيرجع بيستخلص كوره بيسترجع كوره، وده الرقم من الناحيه الدفاعيه اظهرت قوه امام وساهمت في ان هو ياخد اعلى سكور النهارده في المباراه. طبعا السكور بيزد على طبعا ناحيه هجوميه وناحيه دفاعيه ودريبلينج عنده كمان، في رقم كمان وهو من اكتر واحد عمل دريبلينج بشكل صحيح النهارده في 79 دقيقه، رغم طبعا عودته من الاصابه، رغم زي ما قال كابتن شريف طبعا واشاد باداء امام النهارده، وان تغييره النهارده كلنا طبعا في ناس كتير كانت تتمنى ان هو يكمل المباراه، ولكن كان تغيير يعني في حته تكتيكيه وفنيه براحته وهكذا. يا كابتن يعني بص يعني مراوغات 7 منهم 6 بشكل صحيح، ده رقم كبير جدا. وانا عايز اقف اقول رقم الاعتراضات، عمل 3 بلوك النهارده وانترسبشن بلس للتدخلات الثنائيه زي ما كنا بنقول 17 مره، وده اكبر رقم من كل لاعبين، 10 منهم بشكل صحيح وسليم النهارده.
صحيح. ده رقم كان ليه دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي بلس الاربع تصديات لمصطفى شوبير. مش هربط المشوار الافريقي بالمشوار المحلي، لان احنا عارفين بالمشوار الافريقي 7-8 مباريات كلين شيت لمصطفى، ولكن هو يبدا بقى ان هو يخش في الدوري والمسابقه المحليه مع عوده امام. مع حضراتكم وصفته بالظبط، ارقام لعيبه جدا. اخر حاجه اقولها في الارقام، تخيل تاني افضل ارقام بعدهم كان مين النهارده؟ كان اكرم توفيق. وجوده النهارده في اخر مباراتين في مركز 6 بتعكس ارقام، بتخليه النهارده يؤدي بارقام كبيره جدا، لان هو تاني واحد بعد امام في التدخلات الثنائيه وقطع الكوره، وحتى في التغطيه ومعدلات الجري النهارده كانت بشكل كبير جدا. ممكن تكون مش بتتوظف بشكل ايجابي اكثر، يشكل خطوره في مساعده لاعبته، ولكن بشكل عام بدا ان هو ارقامه تقول المركز ده بتشير كده في لمبه خضراء بتنور، في حاجه ممكن لو استمر بشكل افضل هدى رتم جري ومعدات جري، او يعني وظفها بشكل افضل. هو بيجري كتير قوي. صحيح بالظبط، وظفها لمساعده التغطيه طبعا اللي احنا بنشوفها في عندنا فول باك ما شاء الله بيزيد بشكل كبير، ده هيساهم بشكل كبير جدا.